شكرا. سي عبد الحق اخر سؤال، يعني شفنا 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 بالنسبه للندوه الصحفيه اللي كانت ما قبل المباراه اللي كانت اليوم على الساعه الواحده، تكلم وحيد الي لوزيتش على اصابه بدر بانون وتاسف بزاف لانه كان من اللاعبين اللي كان غيعول عليهم في هذا كاس افريقيا، وتكلم ايضا كنعطيك اهم النقاط على النقطه ديال التنظيم، يعني كان يعني غاضب كبير على التنظيم ديال الكاف لهذا العرس الافريقي الكروي. فبالتالي انت شنو الراي ديالك في جوج نقاط؟ اولا بدر بانون كنعرفك جاورتي علقتي على مجموعه من المقابلات ديالو، الراي ديالك في يعني في الحاله ديالو الصحيه وايضا التنظيم ديال هذا الكاس الافريقي. سي احمد سؤالين وجهين، اشوف انا اتعذر موقف الموضوعيه، بدر بانون بدني ماشي لاعب قوي ولكن تقنيا وكذا وككاريزما وكتمركز وكهدوء واحد من افضل اللاعبين في خط الليبيرو في المستوى الافريقي والعربي. لاعب يخرج كره بواحد الثلاثه من المنطقه الدفاعيه، لاعب كان به غير موجود في المقابله، لما تشاهد مقابله فيها العافيه في النهايه او نصف النهايه الافريقيه ولا اي مسابقه تكون كيبان لك بحال بانون ما كاينش، هنا كتبان كاريزما لاعب. بانون يمكن ما محضرش، ما مشاش كاس العالم في 2018، ما حضرش كاس افريقيا قبل، والان فان كاس افريقيا غير محظوظ، كورونا اللعينه طردته، والدليل ان واحد خزيز قال بالحرف انه ياسف جدا المصير هذا اللاعب، عنده 27 سنه 28 سنه، مساق امامه واحد 8 و7 سنوات قادمه ان شاء الله على المستوى. بانون الدليل انه بقى مع الفريق الوطني روحا وقلبا، كيلزموا واحد 3 أو 5 أسابيع لالتقاء الانفاس. انا قلتها في خارج الاعلاميه كثيره مؤخرا، بانون يلزم يحافظ على رابطه الجاز، عندي ثقه بان عنده ثقه كبيره في نفسه في امكاناته، الفريق الوطني مفتوح له، هذه الازمه ستمر. الدليل بقاؤه مع المجموعه المغربيه مع البعثه المغربيه روحا وقلبا وقالبا، هذا دليل ان حتى وحيد قال تاسف لهذا الواقع لهذا اللاعب غير محظوظ حتى الان. كما يقول الحال نتمنوا كل التوفيق للفريق الوطني في هذا العرس الافريقي الكبير. وصدقني غنأكد لك زميل احمد حيت سيقول بانه الفريق الوطني بهذا الهدوء الذي يسبق العاصفه غادي رويضا رويضا، وانا واثق بانه غيمشي لاقصى نقطه ممكنه ان شاء الله في هذا العرس الافريقي الكبير.